بسم الله الرحمن الرحيم. دي شجرة شجيرة أو زرع القرع، شجرة القرع العسلي. القرع العسلي هي شجرة بتمد، ما شاء الله كبيرة يعني، واخدة فرشة. ونشوف كده الإنتاج بتاعها. بسم الله. ودي قرعاية مطلعاها، طبعا هي لسه صغيرة، في يعني ان شاء الله الاصل بتاعها يعني البذرة بتاعتها. كنت شاري قرعاية من السوق وكان وزنها حوالي 10 كيلو تقريبا. دي شجرة قرع عسلي، ف برضه لان في كتير ما يعرفش قرع عسلي، وبعدين هو بيفتكروه هو صغير بيفتكروه كوسة. يعني دي برضو ايه شكلها شبه الكوسة، هو طبعا الجو خريفي فممكن يبقى فيه، فالمن للأسف انه ممكن تمرض يبقى فيه كده، لان المفروض هي نبات صيفي، احنا دلوقتي في الخريف يعني. ف ودي الزهرة بتاعتها، هي زهرة زي الكوسة بالظبط، او القرع العال هو الكوسة الحشو، الكوسة في الحشو، لكن هي قرع عسلي بتكبر وبتعمل منه مربة القرع العسلي. وطبعا معروف ان القرع العسلي له فوائد طبية مفيد للمعدة وفوائده يعني ممتازة جدا جدا، ومذكور في القرآن. هو القرع العسل اللي هو اليقطين، نبات اليقطين، ذلك هو نبات مبارك ويستخدم كفاية انه ذكر في القرآن، فله فوائد طبية مفيد جدا. انا اللي اهتميت بيه ان انا كان عندي شوية متاعب كده، فجبت دكتور كتب لي دواء، فبشوف الدواء لقيته خلاصة بذور القرع العسلي. انا عايز اقول انه كمكمل غذائي، فعشان افهم يعني ايه ان هو مدى ميته ان القرع العسلي بيطلع منه، بيعملوا منه مركبات في الصيدلية كمكمل غذائي مفيد جدا لل مفيد لامراض كتيرة يعني، ومفيد كمان لالتهابات المثانة. وان شاء الله باذن الله نحاول ان احنا مره نتكلم عن فوائد القرع العسلي باستفاضه ان شاء الله باذن الله. نبات القرع العسلي طبعا شوف يعني قد ايه النبته كبيره، ما شاء الله واخده كده يعني 3 متر كده، واخده كده مترين مترين تقريبا يعني. ومن الجو والورقه بتاعتها ضخمه، دي الورقة اهيت، وهي بتحب تزحف وتنتشر يعني. ادي الايه القرع العسلي، انا زرعه على اخر الغيط يعني في حتة مهملة من الغيط، وكنت زرع كذا بس، لكن هي البذرة دي اللي نجحت ولله الحمد يعني. كنت زرع كتير يعني، كنت حاطط بذر كتير، لكن هي واحدة بس لما ربنا بيريد انها يطرح فيها البركة بتكبر وبتملى الدنيا خير يعني. وهي الافضل ما فيها انها عملت لي نوع من انواع التفاؤل اكتر منها انها هتنتج لي، لكن انا تفائلت بيها لما لقيتها البذرة الوحيدة اللي كانت لحد ما مهملة طلعت وكبرت وانتشرت وطلع منها القرع العسلي. وده انا اول مرة ازرع القرع العسلي يعني، وانا حطيت البذرة كده لان بذور انا كنت شاري قرع، وخدت البذور وكنت محتفظ بيها يعني. يعني موضوع زراعة القرع العسلي لحد ذاته ما كنتش مخطط، له. فهي شجرة مباركة، وهي شجرة اليقطين، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لها في اللي أنا فيها، وأن يحفظنا، وأن تعم البركة والخير على المسلمين عامة في جميع الأمة الإسلامية العربية والإسلامية. ف...
في العالم كله إن شاء الله بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنا أقول لا تنسونا بالدعاء والدعاء للمسلمين كافة. اللهم اصلح لنا الأحوال ويسر لنا الأمور وبارك لنا في أرضنا ومنتجاتنا وزراعتنا ومحاصيلنا وأولادنا، وارزقنا يا رب بركة لا تنقطع. اللهم ارزقنا بركة لا تنقطع. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.